وفاة شاب جزائري في بلجيكا بطريقة غامضة، شكوك كبيرة أثارتها ملابسات وحيثيات الوفاة. وسائل إعلام بلجيكية أعلنت عن وفاة شاب جزائري داخل مركز للشرطة ببروكسل بعد يوم من اعتقاله. الشاب يدعى أمين بركان، ينحدر من ولاية تيبازا، يبلغ من العمر 26 سنة. اعتقلته الشرطة البلجيكية الأحد 12 ديسمبر الجاري بعد أن اشتبه في ارتكابه أعمال سرقة وتعنيف، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة، وضع في مركز الاعتقال وتوفي حوالي الساعة 3 من اليوم الموالي. بيان النيابة قال أن الضابط اتصل بخدمات الطوارئ حوالي الساعة 2 ظهراً بعد قلقهم بشأن حالة بركان. الشرطة البلجيكية اعتقدت أنه كان نائماً إلا أنه لم يستيقظ، وعند وصولهم بدأ المسعفون في الضغط على الصدر لكن دون جدوى. منظمات عدة أبدت رغبتها في رفع دعوى مدنية لمعرفة ملابسات وفاة محمد أمين بركان. السفارة الجزائرية قامت بدورها بمرافعات رسمية لدى وزارة شؤون الخارجية البلجيكية. وأنت ما رأيك في الطريقة الغامضة التي توفي بها الشاب الجزائري؟